الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع من در السلف. قال الصعلوقي عليه رحمة الله: إن كان رضا الخلق معسورا لا يدرك، فإن رضا الخالق ميسورا يدرك. كثير مننا صارت هم حياته كله إن اللي قدامه يبقى مبسوط منه. يعني ايه؟ مراتي هي لازم تبقى مبسوطه مني، فانت بتبذل كل حاجه، وبكل اسف في الاخر هي مش راضيه. عايش حياتك، كتير مننا عايش حياته شغل بس، وهو اصبح كل شغلانته في البيت مورد مالي. هو داخل: ها جبت ايه معاك؟ جبت كذا، عايزين كذا وكذا وكذا وكذا. ابنك كل اللي عايزه منك عايزه فلوس، فانت بالنسبه له مورد مالي. فصارت رضا ابنك هو ما بيرضاش عنك، لان انت لو في لحظه جيت قلت له لا الدنيا اتقلبت. مراتك في لحظه قلت لها لا الدنيا اتقلبت، مع ان من اصول التربيه ان تقول لا. يعني ايه؟ بيكلموا علماء التربيه بيقولوا ان المنع وسيله قويه من وسائل التربيه. حضرتك لما تربي ابنك طول حياته على ان كل ما يتمناه يناله، لما يكبر مش هيقدر يتحمل مسؤوليه. لما بيتكلموا على ارتفاع نسبه الطلاق في مصر، بيقول ان الاب هو علم الابن كل حاجه، رباه وعلمه ودخله جامعه خاصه وصرف عليه وبناله الشقه وجوزه كل حاجه. الواد دخل اتجوز، اكتشف ان هو بقى مسؤول عن البيت، مش قادر يتحمل المسؤوليه، مع اول مشكله بيعمل ايه؟ بينتهي بالطلاق. اذا رضا الخلق معصور لا يدرك. حضرتك عشان ترضي كل الناس، قال سفيان: من ارضى كل الناس فهو منافق. حضرتك واحد بيعمل معصيه فانا ما قلتلوش ان السجاير حرام، واحد مش عارف بيشرب خمره فانا ما قلتلوش ان الخمره حرام، واحد ما بيصليش فما قلتلوش ان ترك الصلاه كفر، واحد مراته عريانه فما قلتلوش خلي بالك ان الحجاب فرض، واحد بنته بتكلم شاب، فانا كل الناس بقيت ادور على اللي ترضى عني واعمله، فانا كده منافق. كل شغلانه ان انا طالب رضا الخلق. فرضا الخلق معصور، الناس كلها عمرها ما ترضى عن حد ابدا، حتى ربنا عز وجل. الناس مش راضيه عن ربنا، الناس كافره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من احد اصبر على اذى يسمعه من الله. الناس كافره بربنا. يقول لك النهارده بقى مسلم يقول لك ما فيش حاجه اسمها ربنا، ربنا عمل لي ايه؟ فاذا كان هذا كلام اهل الاسلام فما بالك بكلام اهل الكفر. فربنا سبحانه وتعالى مش متفق عليه، يعني الناس كلها مش بتعود ربنا. بالعكس، انت لو بصيت ان في العالم كله خمسه بس مسلمين، لو بصيت للمسلمين اللي هم 1200 مليون، كم منهم واحد يعرف ربنا؟ كم واحد يعرف ربنا فين؟ كم واحد يعرف اسماء الله وصفاته؟ كم واحد بيعبد ربنا صح؟ كم واحد بيصلي صح؟ فاصبح رضا الخلق معسورا لا يدرك. صعب جدا، صعب جدا. طبعا بعض الناس، كان الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه بيقول لك في واحد من الناس على ما ترضيه تصدع، في ناس ما بترضاش. فرضا الخلق معسور، صعب جدا. سيبك من الخلق، والله سبحانه وتعالى رضاه سهل. بص الحديث الجميل دي، تأمل الجمال ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده، وأن يشرب الشربة فيحمده. تأكل لقمة وتقول الحمد لله الذي أطعمني ورزقني من غير حول مني ولا قوة وهو خير الرزق. الله ربنا يرضى عنك. تشرب الشربة تقول الحمد لله الذي رزقني وسقني من غير حول منه. قول الحمد لله بس، تشعر بنعمة الله عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم عباد أحب عباد الله إلى الله الحمادون، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى انك انت تبقى حامد. فرضا ربنا سهل قوي قوي، انك انت تصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: لن يتقرب عبدي الي باحب مما افترضته عليه، وما زال يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يحبك، يرضى عنك. بركعتين نافله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا ما فيه. خد بس القاعده الخلاصه دي بس، ركز معايا الله يكرمك، ركز. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال: وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ان الله اذا احب عبدا قال يا جبريل اني احبه، فينادي جبريل عليه السلام في الملأ الأعلى: ان الله يحب فلانا فاحبوه، ثم يوضع له القبول في الارض. يبقى حب الناس ما بيجيش بارضاء الناس، ياتي بارضاء الخالق. فأرضي الله يرضى عنك الناس، شاءوا أم أبوا.
ارضى ربنا وحب ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.